أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إن ما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد